سمارة سيتي، شباب اليوم لمدينة الغد. كنستغل هذه الفرصه باش نوه وكنشكر جميع اعضاء التمثيل على المجهودات اللي قاموا بها من اجل احياء هذا اليوم الحمله ديال النظافه اللي كتعتبر اول بادره اللي تاليها مجموعه من المبادرات الهادفه من اجل خلق واحد حي نظيف، حي اخضر لما فيه خير لهذا الساكن هذه. وبهذه المناسبه انا كنوجه التحيه كذلك لشباب الحي، المساعدات اللي قدموا كذلك للقيام او لمساعده باقي اعضاء التمسيه والشباب من اجل القيام بهذه حمله النظافه. وشكرا.